بسم الله الرحمن الرحيم. في خضم ما يتعرض له شعبنا من اضطهاد يشمل كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث التعذيب والقتل والتمييز الطائفي ومنع الحريات سيما حرية التعبير عن الرأي، فإن القوى الثورية المعارضة في البحرين، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حق، تيار الوفاء الإسلامي، ترى ضرورة وقف سباقات الفورمولا 1 في البحرين وتؤكد على الآتي: أولاً، المشاركة الفاعلة في التظاهرات الثورية التي سوف تنطلق في إبناء انعقاد سباقات الفورمولا 1، والتي تمدد بعقد مثل هذا السباق في ظل كيان وحشي يعتقل ويعذب آلاف المواطنين البحرانيين، من بينهم علماء وأساتذة وأطباء وحقوقيين بارزين، ويمنع حرية التعبير. ثانياً، نؤكد أن عدم استجابة مالك سباقات الفورمولا 1 لنداءات وقف السباق في البحرين يعكس عدم اكتراث الأخير بمعاناة شعبنا في البحرين، وذلك من أجل مصالح تجارية نفيعة، وهو ما يزيد من إصرارنا على رفض عقد هذا السباق واعتبار مواصلة عقده في البحرين نوع من أنواع تأييد الانتهاكات التي تمارس ضد شعب البحرين، وعليه نحمل المالك كامل المسؤولية الأخلاقية. ثالثا، ندعو الجماهير البحرانية للمشاركة في جولات جمعتك لفورمولة الدم في يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2015، كما ندعو للزحف الجماهيري نحو ضاحية السير في يوم السبت الموافق 18 أبريل 2015 ميلاديا، وذلك انطلاقا من البلدات المحيطة، على أن تجتمع الجماهير في يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2015 في بلدات المنطقة الغربية وخط الملاحم والمنطقة الوسطى، استعدادا للانطلاق نحو الشوارع العامة للتعبير عن الرفض الشعبي لإقامة سباقات الفورمولا 1، صادر بتاريخ 11 أبريل 2015 ميلاديا. القوى الثورية المعارضة، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة الحريات والديمقراطية حق، تيار الوفاء الإسلامي.